الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن تقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث، وهذا في علم الصرف. فالمذكر هو ما دل على ذكر وخلى من علامة التأنيث، تقول زيد وتقول عمرو وهكذا. والمؤنث هو ما دل على أنثى. وعلى هذا فقد قسم العلماء الاسم المؤنث إلى قسمين. النوع الأول مؤنث حقيقي، وضابطه هو كل ما يلد ويبيض، تقول امرأة وناقة ودجاجة، هذا مؤنث حقيقي. النوع الثاني مؤنث مجازي، وضابطه أنه هو الذي لا يلد ولا يبيض، تقول شمس وتقول مدرسة وتقول دار، لأن الدار مؤنثة وهكذا. ثم بينوا علامات التأنيث. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، في تقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث. فالمذكر هو اللفظ الدال على المذكر فيما يتميز فيه المذكر من المؤنث، والذي خلا من العلامة فيما لم يتميز فيه ذلك إلا ما سمع من العرب غير هذا، نحو محمد وبيت ونهر. نعم، هذا مذكر. نعم. والمؤنث هو ما عدا المذكر، وهو قسمان، حقيقي ومجازي. نعم. فالحقيقي هو ما دل على أنثى الحيوان التي تتميز من مذكرها، نحو فاطمة وزينب ونعجة وبقرة. وقلنا ضابط هذا، ضابط الحقيقي، أنه هو الذي يلد أو يبيض. نعم. أما المؤنث المجازي هو ما ليس كذلك، ويعامل معاملة المؤنث الحقيقي في الضمير والإشارة والصلة والصفة، مثل نار وشمس، تقول اشتعلت النار وأيضا الشمس رأيتها. هذا أمر مهم. يعني المؤنث المجازي يعامل معاملة المؤنث الحقيقي بالنسبة للوصف وبالنسبة للضمائر. فتقول مثلا قامت هندو، وتقول طلعت الشمس. نعم. وتقول الشمس طلعت. وتقول هند قامت. نعم. وهكذا. نعم. جاء إلى باب آخر إلى أقسام المؤنث فقال رحمه الله: أقسام المؤنث ينقسم إلى لفظي ومعنوي ولفظي ومعنوي. نعم. فاللفظي هو ما اشتمل على علامة التأنيث، نحو معاوية وزكريا. نعم. تفضل. وقال في الهامش: يعامل معاملة المذكر للمؤنث في التصغير والإشارة وغيرهما. واضح. يعني النوع الأول قسم العلماء لاسم المؤنث إلى ثلاثة أقسام: مؤنث لفظي، ومؤنث لفظي ومعنوي، ومؤنث معنوي. فالمؤنث اللفظي هو الذي لحقته علامة تأنيث. نعم. تقول مثلا في حمزة، هذا مؤنث لفظي، وتقول طلحة، وتقول مثلا مثلا كلمة أخرى معاوية. معاوية. نعم. وعطية. وهكذا. معاوية. نعم. وحمزة. وحمزة وهكذا. نعم. نعم. وقد يكون في آخره مثلا ألف، تقول زكريا أو زكريا.
كل هذا مؤنث لفظي وعلى هذا. فهذا النوع لا تلحق الفعل ولا الوصف معه علامة تأنيث. تقول قرأ حمزة، وحمزة هذا إمام من أئمة القراءات، قرأ حمزة رضي الله عنه. وتقول طلحة محسن، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني تفضل. المعنوي، ما تجري عليه أحكام التأنيث من غير ضميره وإشارته، نحو سعاد وضبع ودار. نعم. النوع الثاني المؤنث المعنوي، هو المؤنث المعنوي هو الذي لم تلحقه علامة تأنيث لكن تلحقه الصفة مؤنثة. نعم. تقول مثلا زينب قامت وخرجت سعاد وهكذا. والشاعر يقول لقد خرجت من الجسمان روحي وما خرجت سعاد من الخيام. نعم. النوع الثالث المؤنث اللفظي والمعنوي معا. نعم. وهو الذي دل على أنثى ولحقته علامة التأنيث كفاطمة وليلى وسلمى وهكذا. نعم. النوع الثالث لفظي ومعنوي. نعم. وهو ما اشتمل على علامة التأنيث وجرت عليه أحكام المؤنث من حيث الضمير والإشارة. عظيم. كظبية. 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 نعم. وسعدة وخنساء. هذه الكلمات تعتبر مؤنث لفظي في اللفظ وفي المعنى. نعم. مثلا ليلى، ليلى، والشاعر يقول إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكى إلى الله فقد الوالدين يتيم، ويقول الآخر جننا بليلى وهي جنت بغيرنا وأخرى بنا مجنونة لا نريدها. فهذه الكلمات ليلى وسلمى، هذه الكلمات مؤنثة في اللفظ وفي المعنى. نعم. جاء إلى علامة التأنيث بعد ذلك فقال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، علامة التأنيث إما أن تكون التاء أو الألف المقصورة أو الألف الممدودة. نعم. فالتاء مثل عزة، رقية، محبرة، مدرسة. عظيم. والألف المقصورة مثل سلمى، بشرى، سعدة، ريا. عظيم. والألف الممدودة مثل حسناء وخنساء وصحراء وبيضاء. يعني هذه هي علامات التأنيث، إما التاء كقولنا فاطمة وخديجة وعائشة. النوع الثاني إما الألف المقصورة مثل سلمى ليلى وليلى وسلوى، بشرى. النوع الثالث الألف الممدودة مثل خنساء ومثل حسناء وبيضاء وهكذا. نعم. ملاحظة، قال التاء تأتي على الأوصاف فرقا بين مذكرها بين مذكرها ومؤنثها كقائم وقائمة وحسن وحسنة إلا خمس صيغ. يعني الواقع هذه مسألة مهمة جدا. نعم. أنت تعلم أن التاء تأتي للفرق بين المذكر والمؤنث. نعم. فتقول رجل قائم وامرأة قائمة. إلا أن هناك كلمات أحب أن أضيفها لا تقبل التاء لأنها تختص بالإناث. نعم. وهي حائض، لا تقل حائضة، وطالق، وقاعد. نعم. والقاعد هي التي قعدت عن الحيض والولد، وفي التنزيل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. والقواعد من النساء. نعم. جمع قاعد. نعم. أما إن أردت بقاعد
ما يقابل قائم فتكن رجل، قل رجل قاعد وامرأة قاعدة. وإن أردت بالقاعد المرأة التي قعدت عن الولد فقل قاعد. كذلك هناك أشياء خمسة يشترك فيها المذكر والمؤنث، وهي تفضل. أول وزن فيها، أول صيغة فيها فتقول فاعول بمعنى فاعل، كشكور وفخور وصبور. يعني رجل صبور وامرأة صبور. إن كانت بمعنى فاعل بمعنى صابر، شكور رجل شكور وامرأة شكور بمعنى شاكر. نعم. الثاني، الصيغة الثانية فعيل بمعنى مفعول، كخضيب وقتيل. فعيل، خضيب، فعيل بمعنى مخضوب، والخضيب هو الذي خضب يده بالحناء. نعم. وقتيل بمعنى مقتول. يستوي فيها المذكر والمؤنث. نعم. الوزن، الصيغة الثالثة مفعال كمبسام ومهذار ومكسال. مفعال، مكسال، مبسام، مهذار، يشترك فيها ويستوي فيها المذكر والمؤنث. مفعيل كمعطير ومسكير. مفعيل، معطير ومسكير، يشترك في ذلك المذكر والمؤنث. الخامس، مفعل كمهذر ومغشم. مفعل، مهذر، يعني كثير الهزيان أو الهذار. نعم. ومغشم، المغشم هو الذي يفعل الشيء دون تدبر. نعم. طيب. وقد تجيء التاء لمعان أخرى غير التأنيس، منها أولا المبالغة كنابغة وراوية. المبالغة يعني تأتي التاء لمعاني، من ذلك المبالغة، كيقال نابغة وراوية. نعم. فكما تأتي كذلك للمبالغة والتأنيث تأتي للتأكيد. أيوة. لتأكيد المبالغة كنسابة وفهامة وعلامة. يقال تأتي التاء أيضا لتأكيد المبالغة. نسابة إذا كان عالما بالأنساب، وعلامة إذا بلغ الغاية في العلم. وأحب أن أنبه على شيء، وهو أن علامة تفيد تأكيد المبالغة، لكن لا يصح أن يوصف الله تعالى بهذا. نعم. فلا يقال علامة لشائبة التأنيث. انظر إلى الخليل إبراهيم حينما أخبر الله عنه بقوله فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. نعم. نعم. كما تأتي للمبالغة والتأكيد تأتي كذلك للوحدة. نعم. كورقة وشجرة وعنبة. وحدة، التاء تدل على الوحدة، يقال ورقة يعني ورقة واحدة. نعم. شجرة يعني شجرة واحدة، ويقال عنبة يعني عنبة واحدة. تأتي كذلك للعوض، من فاء كعدة، أو من غي أو من عين كإنابة، أو من لام كسنة. يعني تأتي التاء للعوض. نعم. فقد تكون عوض عن التاء مثل عدة، لأن التاء هنا عوض عن فاء الكلمة، لأن الأصل وعد. نعم. فلما حذفت الفاء من المصدر عوض عنها بالتاء، قالوا عدة. وقد تكون عوض عن العين مثل إنابة. إنابة. وقد تكون عوض عن اللام مثل سنة. سنة. أو نعم. سنة. سنة. تأتي كذلك هي سنة. نعم سنة. لا صح سنة. تأتي كذلك للدلالة على النسب عندما تلحق صيغة منتهى الجموع، كمهالبة جمع مهلبي. مهالبة. نعم. تأتي التاء هنا للدلالة على النسب. على النسب. إذا نسب إلى صيغة منتهى الجموع مفاعلة، أو تقول مثلا مفاعلة مهالبة. نسبة إلى المهلبي. نعم.
والمنسوبين إلى المهلب بن أبي صفرة وهو نعم. قائد عبد الله بن عبد الملك بن مروان. عظيم جدا. نعم. تأتي كذلك للعوض من ياء محذوفة كجحاجحة في جحاجيح جمع جحجاح. جحاجحة. نعم. جاءت التاء هنا عوض عن الياء. التاء محذوفة. نعم. الياء المحذوفة. نعم. والجحاجحة هم السادة. نعم. سادة القوم. نعم. وصلى الله وسلم على وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا انتهينا من هذا الدرس الجميل من درس الصرف، ونسأل الله أن يصرف عنا الهموم جميعا، إنه على ما يشاء قدير. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، قرم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.